من كلمة للسماء تكون جرانه تحبله بالمحيط تنزله. لإذاعة الطامي قصة عاشها أهل الرياض ما بين الثمانينات والتسعينات الهجرية، فهي أول إذاعة خاصة كان يطلقها عبد الله العويد من بيته، فلقيت صدى كبيرا للمستمعين، وكان يبدأ بثه بعبارته الشهيرة في قراءته لنشرة الأخبار بيقرأها لكم أنا. لما دخلت إذاعة الطامي بالصوت الحي بالبث المباشر، صراحة كانت هذه نقلة عجيبة وغريبة لأهالي منطقة الرياض والمملكة ككل، بالذات بعد ما قام بإذاعة بعض الفعاليات الهامة والشعبية على الهواء مباشرة، زي مباريات كرة القدم، زي النقل الحي لصلوات الجمعة والتراويح، بعض المناسبات الرسمية والشعبية وشبه الرسمية. طامي كان يقوم ببث لبعض الأغاني الشعبية والإعلان عن المفقودات في المدينة والتعاون مع إدارة المرور، ونقل مباراة جمعت بين الهلال والوحدة في نهاية كأس الملك في عام 81 من الهجرة. كان لها منتجات برامجية جميلة، أول من اتخذت أسلوب الحملات الإعلانية للتبرعات، أول كان لها دور على الهواء مباشرة في نقل كثير فعاليات غيرها، مباريات أو غيرها، كان لها دور في التربية والتعليم، دور قوي، أعلنت أسماء الناجحين لأول مرة. وبعد هذه السنين وقصة الإذاعة أصر محمد العويد ابن طامي على تأليف كتاب لهذه الإذاعة ولما قدمه والده من نقلة نوعية في مجال الإعلام في إذاعة باقية حتى اليوم يذكرها من بقي من ذلك الجيل، حتى قال الشاعر: يا ليت طامي ما فتح له إذاعة ولا شغف بعض المخاليك بغناه، غطى على صوت العرب استماعه، كل يدور موجته لين يلقاه. خليل الجبيري، الأخبارية، الرياض.